بسم الله والحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على المصطفى خير الكلام وكفى، مع سلسلة تدبر القرآن الكريم ومع الآية 10 من سورة الليل. تيقول الله عز وجل فيها: فسنيسره للعسرى. فحيت تشوف راسك فين ما كان شي حاجة خايبة غادي ليها انت، فين ما كان شي حرام تتمشي ديرو، فين ما كان شي باطل تتصيب فيه الراحة ديالك، فين ما كان شي حق تيجيك ثقيل بزاف، الصلاة ثقيلة عليك، التراويح ثقيل عليك، القرآن ثقيل عليك، الذكر ثقيل عليك، فين ما كان شي مركب تيجيك ساهل وتيعجبك الحال، إوا عرف راسك راك غادي للهوية. وراسي يطبق على قول الله عز وجل: فسنيسره للعسرى. إوا بادر براسك قبل ما يفوت الأوان. والسلام عليكم ورحمة الله.